وهي جهزنا كل شيء. هلا اول ما بتفتح الباب رح نفاجئها بالحفله، اتفقنا؟ ايه. خلوني دق لها واسالها وين صارت. ما عم ترد. أنا عم بسألك مين بيكون هذا الشاب؟ جاوبيني، ليش ما عم تحكي؟ انطقي لك شي كلمة. هذا سهيل. سهيل شو؟ وشو كنتي عم تساوي معه بهذا الوقت؟ طيب أخي، أنا كنت بدي أحكي لك عن القصة، لأنه أنا وسهيل معجبين ببعض. بده يجي ويتقدم لي. قلتي لي انك معجبة بهذا سهيل؟ اخي انا تعرفت على هذا الشاب وهو شاب مهذب ومن عيلة مثقفة، ورح يخلي اختنا مبسوطة، وابوه سهيل بيكون المحامي المشهور رضوان صديقي. معناها انت تعرفت عليه مو هيك؟ وفوقها عم تدافع عنه؟ ما رح اقبل حدا مو من منطقتنا يقرب على اختي. بس اخي سهيل شاب منيح. روحي بسرعة على غرفتك، وأنا بعرف الشخص اللي ممكن يكون مناسب لإلك، وقلت لك أني رح لاقي لك عريس. بس أنا مستحيل أقبل أي واحد هيك، وما بيهمني مين هو أبوه لا حتى شو بيشتغل، عم تفهم؟ أخي شوفه مرة واحدة على القليلة. إيه أخي بس ولا صوت. أنا قلت لكم أني ما بدي شوفه، وأنت كمان ممنوع تشوفيه. بكرة من الصبح بتضبي غراضك وبتروحي لعند خالتك بكامبور، وبس لاقي العريس المناسب لإلك بتصل فيك مشان ترجعي تجي. أخي أنا بكفي. يلا تفضلي على غرفتك، خديها من هون. بس كأنك نسيت أني أنا أخوها الحقيقي مو أنت.